بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، في البداية أتوجه بخالص الشكر والتقدير والعرفان لمعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار الجمعة وزير الأوقاف على حسن رعايته للسادة الأئمة ماديا وعلميا. اليوم يمكن احنا بصدد توزيع الدفعة الثالثة من الزي الأزهري على بعض السادة الأئمة من مديرية أوقاف التقهلية، وإن شاء الله تتوالى الدفعات تطرق حتى يكون عام 2020 هو عام تعميم الزي الأزهري على كل السادة الأئمة لمديرية أوقاف التقهلية. مرة أخرى أشكر معالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة رائد التجديد والتنوير في وزارة الأوقاف.